بسم الله، ورجعنا لكم تاني في حلقات الليدرشيب. والنهارده هنكمل ليدرشيب في السكند بارت، ذا سكس ليدرشيب ستايلز. دكتور اسمه دكتور جولمان او دانيال جولمان. دكتور دانيال جولمان هو حد سبيشالايزد في الليدرشيب. كان عنده كتاب اسمه الايموشنال انتليجنس، باع اكتر من 5 مليون نسخه وترجم لاكتر من 40 لغه. كتابه في سكس ليدرشيب ستايلز اتكلم على 6 انواع من الليدرشيب، وكان النوع الاول هو زي كوماندنج ليدر اللي هو ليدنج باي فورس. والنوع ده من المديرين اللي مش بيسمع راي السبورتنتس، الناس بتاعته ما كانش بيسمع الابداع بتاعهم، ما بيسمعش رايهم، ممنوع المناقشه، دو از اي ساي. والنوع ده بيبقى نوع الى حد ما مستبد بالراي. هو كتاثير اوفرول امباكت على المنظومه، لا هو تاثير سلبي، لكن بيتم احتياجه في بعض المواقف زي الكرايسيس. لو انت في بعض الازمات او الكوارث انت لازم تاخد قرار دلوقتي، فما فيش وقت ابدا اخد الاراء وابدا اعمل اجتماعات، لا لازم اخد القرار في الوقت الحالي. فهنا بينفع لحد ما، واحيانا بينفع لما بتبقى كاتت شورت مع حد في عنده مشكله في الاتيتيود بتاعه، في اخلاقه، حد مثلا من سرق في المنظومه، حد عمل فتنه، عمل اضراب. هنا بيبقى افضل انواع استخدام النوع ده من الليدرشيب في هذه الاونه اللي هو الكرايسيس والباد اتيتيود. النوع الثاني ذا فيجنري ليدر اللي هو ليدنج وذ باور. النوع ده هو اللي بيحفز، هو اللي بيعلم، هو اللي بينشط التيم بتاعه في تحقيق هدف المنظومه عن طريق التريننج اند ديفلوبمنت، عن طريق الديليجيشن، عن طريق الاويرنس سيشن، عن طريق الاون جوب تريننج. وبيقدر النوع ده بالذات يقدر يتعامل مع كل انواع البشر، بيبدا يتعامل مع كل انواع البشر وكل انواع العواطف وكل انواع المواقف. عشان كده هو تاثيره ايجابي بشكل كبير، ايجابي بشكل كبير، هو موست سترونجلي بوزيتيف. وهو باختصار كم وزمي. النوع الثالث leading through relationships. والنوع الثالث the affiliative leader leading through relationships. وده النوع ده من التيمز اللي هو بيجهز التيم بتاعه عن طريق خلق التناغم والانسجام بين اعضاء الفريق. وبيتم استخدام النوع ده من القياده في وقت ان في مشكله او achievement او هدف غير قابل للتحقيق لعدم تزامن وتناغم وتفاهم اعضاء التيم بينهم بين بعض. فبيجي النوع ده اللي بيبدا يعمل التناغم ده والترابط ده، وبيبدا يعمل التكامل بين اعضاء الفريق. وهو باختصار هو people come first. طبعا هو كoverall impact بيدي positive impact، بمعنى هو تاثيره ايجابي. اوكي. النوع الرابع the democratic leader leading by agreement. وده النوع اللي بيبدأ دايما ياخد آراء التيم بتاعه في أي قرار بيحب ياخده. وبدي معناها يعني أو باختصار what do you think. في أي موقف، في أي قرار هيتاخد، في أي achievement، في أي new process، بيبدأ ياخد آراء الناس اللي عنده. وده إلى حد ما بيبدأ يعمل خلق جانب إيجابي في المنظومة. النوع الخامس the path setting leader اللي هو leading through examples. ده معناه ايه؟ هو والله الليدر في المرحله دي بيبدا يعرف ازاي التيم بتاعه يعملوا الحاجه وهو كقدوه او كمثل اعلى. هو النوع ده is only useful for short periods to get quick results from a highly motivated team. خلاص، يبقى احنا بنستخدم النوع ده معين او وقت ده لوقت معين من الاستخدام الليدرشيب اللي هو الباس سيتنج ليدر، ونوع معين من الناس اللي اوريدي عندها قدره في الاتشيفمنت. تمام. طب خلي بالك دو از اي دو برضه ستيل، انت لو لاحظت ان هو بيوقف الكرياتيفيتي، هو بيوقف فكرك او ابداعك. هو ينفع في حاله واحده، لو هبدا اتعلم حاجه جديده انا مش عارفها، لا وريني ازاي انا اعملها، ومن ثم ادي برضه فرصتي ليا لفتره الابداع بتاعتي او لمرحله الابداع. فهو عشان كده قالك لا والله اذا تم استخدامه على طول هو بيبقى نيجاتيف امباكت. ليه؟ لان بيقتل حريه الابداع والفكر للتيم بتاعه. فباست سيتنج ليدر ليدنج ثرو اكزامبلز بيبدا يعرف التيم بتاعه ازاي يعملوا المهام،
ازاي يخشوا على الاكسل شيت، ازاي يخشوا على الاي ار بي سيستم، ازاي يعملوا الشغل بايدهم. وهو نوع كويس جدا، بس الفتره محدده، انك جاي تعلمني مهمه جديده انا ما اعرفهاش. لكن لو هتبدا تعرفني حاجه او عايز تطور فيا حاجه، لا اديني انا في فتره الابداع. علشان كده هو اوفرول امباكت وحش او نيجاتيف. النوع السادس زي كوتشينج ليدر، ده معناه ايه؟ هو ديفلوب بيبل فور ذا فيوتشر. هو ليدر بيبدا يعد الناس اللي عنده للمستقبل، يعني بيبدا يطور الكومبتنسز قدراتهم، ويبدا يطور السكيلز اللي عندهم عشان ليه نظر في المستقبل. ممكن تبقى السكيلز دي هارد سكيلز او سوفت سكيلز، ممكن عن طريق الاون جوب تريننج او الاوف جوب تريننج. هو كوتشنج بيعمله للتيم اللي عنده تجهيز لوضع ما في المستقبل. فديفلوب بيبل فور ذا فيوتشر، identify the strengths and weaknesses of employees. يبقى عنده القدره على تحليل نقاط القوه ونقاط الضعف للموظفين. encourage them to improve their skills and capabilities. بيبدا يشجعهم ويوجههم، مش عشان بس يتغطى او يتخطى نقاط الضعف، لا، عشان يقوي نقاط القوه ويتغاضى او يغلب او يتعدى نقاط الضعف. concerned with the long term goal of the organization. بيخلي بالنسبة له الفيجن أو الميشن أو الاستراتيجيك أوبجيكتيف هي اللي بتحرك الناس اللي عنده، وعى ليه بيأدابت الناس اللي عنده إن هم يكوب مع النيو فيجن. And how employees can contribute to achieving this goal. بيبدأ بقى يقول لك إيه، والله يبقى الناس بتاعتي كل واحدة هيلعب في فريق إيه، هيبقى إيه وضعه في التيم اللي عندي، هيشتغل إزاي عشان يبدأ يحقق التيم ده، حال achievement ده. When the style work best to help an employee improve performance or develop long-term strengths. عشان طبعا يطوروا الأداء بتاعهم أو يعدهم لمستقبل أفضل. طبعا his leadership in phrase try this. بيبدأ هو بيكوتش بالطريقة دي. طب حاول بده. إذا أنا أوجهت sales director أو sales manager تحت sales director، sales manager ما يقدرش يفتح بعض المناطق، بيبدأ هو يفتح له مناطق أخرى، ينزله عينات تانية، يبدأ يحاول ما يقول try this. طبعا هي strongly positive impact على المنظومة. طيب احنا عايزين نتكلم ايه هي اللي تنفع، او ايه هو اللي يقدر ينفع عندي واقدر انا اشتغل بيه. ايه انواع نوع من ايه افضل نوع من السكس ليدرشيب ستايلز؟ قالك والله كله صح، بس كله حسب الموقف. ففي وقت انا مش هقدر ابقى غير commanding leader ولازم اخد القرار دلوقتي، وفي وقت لازم اجهز التيم بتاعي عشان ابدا اجهزه وابدا ادرب فيه وابدا اعلمه، وفي وقت لازم اعمل كوتشنج، وفي وقت لازم اتحرك ريجاردنج للفيجن. فريجاردنج للفيجن ريجاردنج للسيتويشن اللي انت فيه، بتبدا تقول والله ايه هو نوع الاستراتيجي اللي انا هبدا اشتغل بيها. كده احنا النهارده خلصنا الليدرشيب ستايلز. كده النهارده اتكلمنا على انواع الليدرشيب السته: كوماندنج ليدر، فيجنري، فيليتيف، ديموكراتيك، باسيتنج، اند كوتشينج ليدر. ان شاء الله المحاضره القادمه هتبقى المحاضره رقم 3 في الليدرشيب، وهنبقى بنتكلم فيها هاو تو انفلوينس ديفرنت تايب اوف بيبل. شكرا جدا وبالتوفيق.